السلام عليكم واهلا مرحبا بكم في مطبخ وصفتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فطائر كيجيو مرقين ومقرمشين بدون اختمار ولا خميره. قبل ما ندوزوا الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. فصلت اليوم غنحتاج 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض ولا فرينه ما يعادل 600 غرام، ملعقه صغيره ديال الملح والملح كتبقى على حسب الذوق، ملعقه كبيره ديال السكر، كيس من خميره الحلويات من وزن 8 غرام ولا ملعقه صغيره على بركه الله. نخلط هاد النواشف على بركه الله ونفجر العجين بالماء. بالنسبه للكميه ديال السوائل فهي كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، عندي كل ما غير شويه بشويه، وفي الاخير خصنا نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه، يعني ما تكونش خفيفه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش ثقيله، والقوام ديالها ان شاء الله غنوريها لكم في الاخر. فقط الكميه ديال الماء كنضيفوه غير شويه بشويه باش كنتحكموا في الخليط ديالنا. وهذه هي العجينه ديالنا من بعد ما جمعتها ولا من بعد ما لميتها، كتكون بحال هذا الشكل. العجينه كتكون رطبه ورخوه، يعني ما تكونش ثقيله بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش خفيفه. بالنسبه لهذا العجين فانا فقط جمعته ما غندلكوش على بركه الله. من بعد ما كنضف اليد ديالي كندهن العجين بشويه ديال الزيت، وهنايا كندهن في قطعه ديال البلاستيك بشويه ديال الزيت. وفي هذه المرحله غنخلي العجينه ديالي 5 ديال الدقائق ونرجع معكم ان شاء الله على بركه الله. من بعد ما مرات 5 ديال الدقائق العجينه ديالنا كما كتلاحظوا معايا ارتاحت. بالنسبه لهاد المده اللي كنخليو العجينه ديالنا ترتاح فهي كتسهل علينا الدلك، العجينه كتولي هكايا مطاطيه. الا بغيتوا تحصلوا على العجينه مطاطيه ومنين تجيو هكايا تسرحوها ما تقطعش معكم، ديروا لها هاد العمليه هذه. واخا تكونوا كتحضروا الملوي ولا المسمن خليوا العجينه ديالكم ترتاح تقريبا هكا واحد 5 ديال الدقائق، ورجعوا دلكوها شي شويه تقريبا هكا واحد دقيقه. وهذه هي العجينه ديالنا من بعد ما دلكتها تقريبا هكا واحد دقيقه، كذلك كندهنها بشويه ديال الزيت وكنرجع القطعه ديال البلاستيك. في هذه المرحله كنخليها 20 دقيقه ومن بعد ان شاء الله كندوز باش نكوروها على بركه الله. وهذه هي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت كما كتلاحظوا معايا كتولي العجينه مطاطيه على بركه الله. ومن بعد ما كنكور العجين ديالي، بالنسبه للعجينه فانا قسمتها 6 ديال القطع. عندي هنايا زلافه ولا شي اناء يكون كبير شي شويه، غنضيف فيه كاس قرب ديال الزبده المذابه وكذلك نص كاس ديال الزيت نباتي. ومن بعد كنزل الكويرات ديال العجين وكنخليو العجين ديالنا في الخليط ديال الزبده والزيت، وندوز ان شاء الله باش نحضروا البصل على بركه الله. وكذلك غنحتاج جوج ديال الحبات ديال البصل يكونوا كبار شي شويه ولا ديروا كي 500 غرام يعني نص كيلو. وبالنسبه للنوعيه ديال البصل من الضروري ديروا البصل الابيض يعني ماشي البصل الاحمر، لان البصله البيضاء دغيا كطيب وكذلك اللون ديالها ما كيتغيرش، يعني كتبقى محافظه على اللون ديالها كتبقى كي بيضاء عكس البصله الحمراء. البصله الحمراء ملي كنطيبها كيف الاشياء كتزرق ولا كتكحل يعني ما كتجيش زوينه، لهذا من الضروري ديروا البصل الابيض على بركه الله. والبصله ديالنا كنقطعوها رقيقه البصل ديالنا كما ذكرت لكم كنقطعوه رقيق على شكل باش هكا ما يجيناش باين ملي نكونوا كنتناولوه، خصوصا بالنسبه للاطفال كيبغوا شكل الحبات ديال البصل يكونوا كبار على بركه الله. والبصل ديالنا كنشحروا شي شويه تقريبا هكا واحد دقيقه ولا جوج ديال الدقائق غير باش يدبل ويطيح شي شويه، يعني ما كنخليوهش حتى يتحمر. غنضيف له معلقه كبيره ديال زيت نباتي، تقريبا هكا واحد نص معلقه ديال الفلفل الاسود، والملح كيبقى على حسب الذوق، وكذلك 4 معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. الا ما توفرتوش عليها لا ديروش الثومه اللي كتكون طريه لانها كتجي مجهده. وهكا البصل ديالي يكون صباح جاهز بغا نطفي عليه، وكندهنوا السطح ديال العمل بشويه ديال الزيت. ومن بعد كنبدا نسرحو. في هذه المرحله ما كنديروش الزبده فقط كنديروا الزيت. بالنسبه لهذا العجين ملي نكونوا كنسرحوه كنحتاجوا كاين واحد السطح ديال العمل اللي كيكون كبير شي شويه، لان غنسرحوا هذه العجينه حتى كتولي يعني عجينه شفافه، وكنبقاو نمدوا بحال هذا الشكل.
وبالنسبه للعجين ديالنا راه كنسرحوها مزيان كما كتلاحظوا معايا حتى كتولي عجينه شفافه على هذا الشكل. لهذا كما ذكر لكم خصو يكون السطح ديال العمل كبير شي شويه، والعجينه راه مطاطيه كما كتلاحظوا معايا ما كتقطع حتى حاجه، العجينه ناجحه يمكن لكم تسرحوها كما حبيتوا. وكنجيب شويه ديال البصله، بالنسبه للكميه اللي عندي فانا قسمتها على 6 باش كتكفيني باش كنعرف كل قطعه شحال كندير فيها. والبصله راه كتبقى محافظه على اللون يعني ما كنخليوهاش حتى تحمر، فقط كما ذكرت لكم غير كتبال غير شي شويه باش هكا ملي نجيو نتناولوها ما نلقاوهاش قاصحه. وكنديرها كي على القطعه ديال العجين كنحاول هاد الطرف هذا ما نقيسوش بالبصل غير واحد البلاصه قليله. بالنسبه للكميه ديال البصل ملي كتقسموها كتعرفوا كل قطعه شحال كديروا فيها. وكنبدا نلف العجين ديالي حتى كنكمل الحربو ديالي كامل، وكنحاول هكا نمدو باش ما يبقاش هكا يغليظ غير من واحد البلاصه ديال الوسط على بركه الله. ومن بعد كنجي لهاد البلاصه وكنلف، كنحاولوا هكا منين نكونوا كنلفوا نخليوه ملخوف على شكل ما نزوطوش اليد ديالنا. وهاد الطرف هذا كنديروه لتحت وكنساوي العجينه ما كنقرصهاش كنخليها كما هي، ومباشره غنديرها في الطاوله اللي غتدخل الفران. وهنايا كون شكلت الحبات اللي عندي كاملين، بالنسبه للعجينه فقط كنلووها ومن بعد كنديروها في الطاوله اللي غندخلوها الفران يعني ما كنقرصوهاش. عندي هنايا شويه ديال الزبده اللي ذوبتها غندهنها، ودابا ان شاء الله غندخلوا الفران اللي شعلته من قبل وغنحطوه في الجهه الثانيه بحيث كتكون نورمال تحت. بالنسبه للشعله في المرحله الاولى كتكون عندنا مجهده كنخليوها 10 ديال الدقائق باش هكا الملوي ديالنا ينتفخ معنا، ومن بعد كنردوا الشعله منخفضه وكنخليوها حتى كيتحمر من الجهه التحتانيه، ومن بعد كنهبطوا الجهه التحتانيه يتحمر وكياخذ هكا الوين اللي كيكون ذهبي. المهم طيب الملوي ديالي ونرجع معكم. بسم الله على بركه الله. وهذا هو الملوين بعد ما خرجته من الفران، كيجي مقرمش ومورق على شكل كيجي بحال البسيطلات كامل مقرمل. على بركة الله هذا هو الشكل النهائي للملوي اللي حضرت معكم اليوم، ولا الملوي بالبصل كيجي اكثر من رائع، وكذلك كتجي فيها واحد القرمشه كتحس بها كيمرق بحال البسيطلات. المهم نصحكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه، وفي نفس الوقت كيجي هكا واحد الملوي مختلف على الطرق اللي كنحضروا بها دائما. المهم يا احبائي دابا ما بقى لي الا نودعكم، الا نتوما مازال كتشاهدوني حتى لهاد الدقيقه شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر وصفه ثانيه، مع السلامه.